الله عز وجل أن يزكينا وإياكم. طيب نستقبل اتصالات أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. معلش سامحيني يا أختي والله. تفضلي. نعم تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك أنا طالبة في ثالثة ثانوي. نعم. ولابسة نقاب يعني. نعم. فدلوقتي عندنا في المدرسة في مشكلة يعني بسبب النقاب، إن هم بيقلعوني في المدرسة وكده. وأنا بعمل مشاكل، بس يعني غصب عني إن أنا مثلا النظر بيشدهولي أو كده. لا حول. فأنا بصراحة أنا مش عارفة أعمل إيه. طيب حاضر. فيعني حضرتك بقى أنا عايزة الإجابة اللي هي فعلا أبقى مستريحة بها عند ربنا يا سبحانه. أنا أجيبك الآن مباشرة حتى تطمئني وأنت ابنتي. إن أصر يعني ناظر المدرسة ومدير المدرسة على خلع النقاب عن وجهك فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى، وأنت مكرهة، وإن خرجت فالبسيه مرة أخرى، وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة. وبقول حضرتك كان في الجواند يعني لما باجي مثلا لما بلبس الجواند يعني وكده بقلعه طبعا عشان خاطر الكتابة وكده. ما يجرش هذا. مش عارف اخد على الجواند دي، ففيها مشكلة؟ لا ان شاء الله ما فيش حاجة، ربنا يسترك يا اختي ويبارك فيك. هذا ان شاء الله يمنع عليك.